لك وهم صعبة يعني نتكلم بعد كل هذا الجمع من القامات السياسية والنضالية والتاريخية وقد أتوا على كل شيء ولم يتركوا لي شيئا سوى أن أشدد شكري لكم لكل المناضلات والمناضلين في سوسة للمرة الثانية نحن في مدينة سوسة وكانت المرة الأولى لمرافقة الشهيد وعائلة الشهيد وأحباب الشهيد وأصدقاء الشهيد الذي سقط في الميدان سقط يوم الاحتفال بعيد الثورة في شارع الثورة رضا بوزيدان مشاريع شهادة نحن نقدم فعلا الشهداء ولا نكتفي في قصر ونكتفي وراء شحافل الأمن والجيش والعسكر والدولة والإدارة والكاميرات لنزايد على الناس ونقول أنا مشروع شهادة لا نحن لسنا مشاريع شهادة نحن شهداء فعلا نحن لا نسالم نحن لا نبيع شعارات ونسالم على الناس وننتفخ بمزايا القصر وحماية القصر شكرا لكم إذن شكرا جزيلا وتقدير من الأعماق لا يمكن أن نجد كلمات تعبر عن مدى احترامنا وتقديرنا واعترافنا وشعورنا الكبير بالمسؤولية تجاه الثقة التي تعطوها دائما لمواطنون ضد الانقلاب في كل التحركات التي قادت ملحمة مقاومة شكرا ايضا لكل من صمد وثابر وتجنب لكل الملاحقين لكل اللي تعرضوا اليوم لهرسلة الانقلاب من المدونين اللي في السجون واللي تعداوا على المحاكمات العسكرية شباب من أجل كلمة من أجل ستاتو من أجل رأي الآن يحاكمون في المحاكم العسكرية ويسجنهم في السجون كل التضامن مع كل سجين رأي وسجين سياسي نواب الشعب اللي حاب يعطيهم على الملاحقات القضائية وتركيب الملفات مما يذكرنا بممارسات نوفمبرية كنا نعتقد أنها معادش موجودة اليوم 120 مايل محالين أمام التحقيق أمام فرقة مكافحة الإرهاب من أجل جلسة نيابية لأنهم مارسوا واجبهم الدستوري واجبهم القانوني واجبهم الأخلاقي واجبهم تجاه ناخبيهم أنهم يواصلوا عملهم وينضبطوا في عملهم ويصدروا القوانين ويصدروا القرارات اللي من شأنها أن تنقذ
فوضوية. تونس اليوم في خطر فعلا. بلدنا ما عندناش غيره. بلدنا في خطر. مجتمعنا في خطر. دولتنا في خطر. ما ركبناه من انجازات ومن مكاسب، مكاسب الدولة الوطنية بفضل جهد الشعب التونسي، بفضل عرق الشعب التونسي جيلا وراء جيل، كوننا مكاسب. اليوم قيس سعيد يهدد كل هذه المكاسب ويخربها مكسبا تلو المكسب، ولكن لن نتركه ابدا يواصل في طريق التخريب وطريق دمار مكتسبات الدولة والمجتمع التونسي. يخرب المجتمع التونسي بخطابه، بخطابه الشعبوي، بخطابه التقسيمي، بخطاب تقسيم المناطق، تقسيم الفئات، بأساليب وكلمات ووعود لم يستعملها ابدا اي قائد واي رئيس واي مسؤول مهما عدا شأنه او انحط شأنه لتقسيم المجتمع التونسي بين من هم معه ومن هم ضده. حتى المحايدين يسميهم وطنيين غير صادقين، لأنه يعني حتى الوطنية فيها الصادق وغير الصادق. هو اللي ضده هذوك خونة، واضح احنا خونة كل، وهو واللي معاه، وهو واللي معاه هذوكم الوطنيين الصادقين، واللي لهم معانا ولهم معاه وطنيين غير صادقين. هذا كيفاش يقسم المجتمع. لكن التقسيم ايضا جاء، وهوني نحب نقول لكم شيء مهم، هو انه اليوم تونس صارت رهينه، رهينه تحت حكم وهيمنه وسطوه مجاميع فوضويه، اقليات فوضويه شعبويه من انصار ما يسمى بالثوره او الانفجار الثوري المستمر، المهددين اللي يكرهوا الدوله ولا يؤمنون بالدوله ويعتبرون ان الدوله اداه الهيمنه، وفي برامجهم وتصوراتهم النقطة الأولى والأولوية الأولى هي القضاء على الدولة التونسية والقضاء على وحدة المجتمع التونسي. هذوما الآن موجودين، يدسوا عليه باب الاقتصاد ويدخلوا، يدسوا على وزير الداخلية باب الباب باب البيو ويدخلوا. هذو هم اللي قاعدين يحكموا، وأولهم من عينوا والي على تونس فصيلة من الفصائل الغربية. هذو هما اليوم المهيمنين على فكر قيس سعيد ومهيمنين على الدولة التونسية، ومعهم مجموعة من القوميين من أنصار البراميل المنفجرة اللي ما كان طول عمرهم ما يدعموا إلا الانقلابات العسكرية وإلا المستبدين من بعض أنصار حركة الشعب والتيار الشعبي وغيره من الحركات المتحجرة والمستبدة والداعمة للاستبداد. هذه تونس اليوم وين واقفة؟ هذه تونس اليوم شكون يهيمن عليها؟ وشكون يهيمن على عقل قيس سعيد؟ برشا ناس يسألوا شكون قاعد يفكر له سيدنا؟ الله هو ما يعرفش يفكر. أما فما شكون يفكر له؟ هذو اللي قاعدين يفكروا له. هذا جميع الفوضوية الشعبوية هذه مع وفي مرة معهم أجهزة المخابرات. المخابرات الآن ترتع في أجهزة الدولة وفي مواقع الحكم في تونس، مخابرات إقليمية، مخابرات عربية، مخابرات معادة للديمقراطية ومعادة لتحرر الشعب التونسي. هذه هي اليوم الدولة التونسية. قيس سعيد يعتقد أنه هو قاعد يحكم في تونس. قيس سعيد محكوم فيه من طرف هؤلاء. هؤلاء اللي باعوا تونس. يسقط المخرب. مانيش باش نحكي
السور وعلى استحواذ قيس سعيد على سلطة التأويل، لأنه بدأ انقلابه بمسألة مهمة تذكرها مليح، لما قال أنا من أول الدستور وحدي. ولما جابوا له قانون المحكمة الدستورية لإرسال المحكمة الدستورية رفض إمضاء القانون، وقال أنه القانون انتهى وأن المحكمة الدستورية انتهت أجلها وأنه لا يمكن إرسال المحكمة الدستورية، وعين نفسه قاضي قضاة المحكمة الدستورية وصار هو المحكمة الدستورية. عندها انطلق الانقلاب، عندها انطلق الانقلاب. فرق مؤسسة الدولة، مش عدد زاد، البرلمان، الحكومة، الهيئة الوقتية لمراقبة الدستورية القوانين، المجلس الأعلى للقضاء، هيئة مكافحة الفساد، هيئة الانتخابات أخيرا، أجهز على منظومة الحريات وصارت الحريات بين يديه، أجهز على المنظومة القانونية وصار بأوامر يقضي على الدستور وينسخ الدستور بأوامر بمراسيم. امبارح سألتني صحفية قالت لي هل يحق له اتخاذ مرسوم لحل هيئة الانتخابات؟ قلت لها هو ما عندوش حق أصلا يأخذ مراسيم، حتى فصل في الدستور ما يعطي رئيس الجمهورية إمكانية اتخاذ مراسيم أصلا. قلت قلت أجهز على الإدارة، أجهز على العلاقات الدولية وعزيمة تونس، أجهز على النامية العمومية وخلانة فايسين، أجهز على الاقتصاد بمقتضاء المرسوم اللي مرسوم اللي يسميه الصحيح الجزائي، حط كل عالم الأعمال والمال تحت الابتزاز بمشروع المصالحة الجزائية، هو مشروع ابتزاز للعالم لعالم الاستثمار ورجال الأعمال. الديمقراطية قيس سعيد أعادها إلى مربع الاستبداد ومربع التعليمات ومربع حماية النظام عوض حماية الشعب وحماية مكتسبات الشعب. اليوم جيشنا وأمننا يحمي نظام سياسي مستمر ولا يحمي الديمقراطية. جزء هام من صفوف الديمقراطيين، من صفوف الناس محبة للديمقراطية، محبة للحداثة، محبة للحداثة السياسية، والجبهة اللي تحدث عليها سناجد الشابي واللي انطلقت من مبادرة 9 أبريل اللي قدمها الأستاذ أحمد نجيب الشابي، جمعت الآن كل الطريق الديمقراطي، لأنه لا يوجد ديمقراطيين آخرين. نتمنى أن تكون هناك قوى لا تزال فقط مترددة لتلتحق بهذا الجهد الوطني الديمقراطي، ولكن أعتقد أن أغلب الديمقراطيين الآن في جبهة الخلاص الوطني. ماذا نريد وكيف نرى حلا لتونس؟ سنعمل كما قال الأستاذ نجيب على بلورة برنامج سياسي، برنامج اقتصادي واجتماعي، لأنه هذا ما ينتظره التوانسة. كفانا مضيعة للوقت وكفانا توافقات مغشوشة، توافقات قائمة على فكرة المحافظة على القائم وعدم تغيير وعدم الإصلاح. هذا اللي عشنا فيه 10 سنوات، توافقات لتأبيد الوضع القائم. كفانا هذا النوع من التوافقات لنذهب إلى توافقات تغير وليس توافقات تحافظ على الواقع، تغير الواقع. وهذا ما ندعمه وندعم الأستاذ نجيب في هذا الاتجاه. ماذا نريد؟ في النهاية نريد أن يتم تفعيل القانون عدد 1 لسنة 22 المتعلق بإبطال الإجراءات الاستثنائية. الآن لدينا قانون دولة ويجب أن يفعل. نريد حكومة إنقاذ وطني، نريد حكومة إنقاذ وطني، لأن تونس تحتاج إلى حكومة إنقاذ وطني، لأن شعب تونس يحتاج إلى حكومة قوية، إلى حكومة قادرة أن تتصدى بهذه الأزمة والمأساة التي يعيشها التوانسة. شكل الصف على السكر وعلى السميد وعلى الدواء وعلى شهرياتهم اللي ما تجيش وتجي متأخرة،
تخرج حكومة تخرج تونس من العزلة ومن المحكة متبكينا نحط فيها قيس سعيد. هذا علاش نحتاجوا إلى حكومة إنقاذ، حكومة شرعية قادرة تبني، قادرة تلزم، قادرة تلتزم، مش حكومة دمام متحركة يحركها من قصر قرطاج، لكن حتى ما يعرفش كيفاش يحركها. نريد فعلا حوار وطني، نريد فعلا حوار وطني لأن تونس تحتاج إلى إصلاحات وتوافقات كما تحدثت. توافقات حول الإصلاحات السياسية والدستورية والانتخابية، ولكن أيضا توافقات اقتصادية وتوافقات اجتماعية باش نجمو نصليو. ونحتاج في النهاية إلى انتخابات مبكرة. نحتاج أن تونس والشعب التونسي يفصل في الكارثة، يفصل في هذه الأزمة. كل الديمقراطيات، كل الدول المحترمة لما تعيش أزمات من هذا النوع شعبها لازم يتدخل، شعبها لازم يكون عنده كلمة. مش نقعدوا توانسة مش شمال يا جنوب نتفرجوا على قيس سعيد يلعب بالبلاد، والشعب التونسي لا كلمة له، لا رأي له، لا صوت له. صوت التوانسة ليس في مسامير السيارات وليس في صب القرار سلبوني. إرادة التوانسة لا تثبت إلا بصناديق الاقتراع، فلنذهب إلى صناديق الاقتراع ونحن نتحدى بصناديق الاقتراع. وإرادة وإلى آخره، لنذهب إلى صناديق الاقتراع ونرى ماذا يريد الشعب التونسي. وأنا متأكد أن الشعب التونسي يريد ما لا تريد.